العايره الناريه في بعض المناطق، كمان منطقه المطريه النهارده كان في تحرك ليهم. المطريه كانت القبله الثانيه لهم بعد الهرم، تركيزهم كان على ميدان النعام، حاولوا الدخول في اشتباكات مع قوات الامن. اتحركوا مبكرا شويه لميدان النعام قبل ان تتحرك قوات الأمن للسيطرة على المشهد. كان في تعزيزات أمنية مكثفة بعد ذلك وصلت إلى ميدان النعام، لأن ميدان النعام من المناطق الحساسة اللي فيها تواجد أو كتلة للإخوان المسلمين، وعلى فكرة هو ده الحال تحديدا كمان في محافظة الفيوم. علشان كده حضراتكم دايما تلاحظوا أن اشتباكات الإخوان وتحركاتهم في الفيوم بتكون عادة هي الأعنف. النهارده الحقيقه كمان فيما يتعلق بتنظيم بيت المقدس، المصريين استيقظوا النهارده صباحا على خبر ربما يكون قد سمع من قبل وهو قتل شادي المنيعي.